السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنا سالم سعد أريم صفوان، نتعلم من سلسلة تعلم النظام المنير في الحلقة 31. أوامر جديدة ومقدمة بسيطة لاستخدام الأوامر، وسوف نقوم باستخدام هذا الأمر وهو السكريبتينج، أو نقوم في إنشاء ملف شاب عن طريق الباش. أولا قبل أن نبدأ أحب أبدأ بمقوطة أو مقدمة، أحب أبدأ القول لماذا نحن فقط نبحث عن الاختراق، مثلا اختراق الفيسبوك أو التجسس على شخص أو اختراق الواتساب، وأيضا نبحث عن أسئلة لا جواب صريح عليها. المقصد لماذا نبحث ولا نحاول أن نتعلم؟ الصبر صعب، ولكن بعد الصعب سعادة والنجاح وإنجاز. تعلم وابحث، ولا تسأل قبل أن تبحث. في حال لم تجد ما تبحث عليه، ابدأ بطرح السؤال سواء كان على منصة الفيسبوك أو منصات أخرى مثل اليوتيوب. الآن سوف نبدأ في تعلم وإنشاء ملف الشاب. أولا نرى أين متواجدون نحن في WD كما تعلمنا. الآن متواجدون في الهوم اليوزر، نذهب إلى الديسكتوب لنقوم بإنشاء ملف الشاب. نقوم بإنشاء الملف الشاب، مثلا نقوم في كتابة الفي آي وهو المحرر النصوص، ليس شرطا. قم باستخدام نانو أو في آي إم كما ترغب، وثم نقوم بإنشاء اسم الملف مثلا ft.sh. هنا عندما تضيف sh يدل على إنشاء الملف الشاو السكريبتينج عن طريق الباش انتر. هنا الآن دخل، نقوم في كتابة مثلا في wd أولا echo وثم في wd. هنا لا نعلم ما هو الناتج، لكي نقوم الآن نقوم بالتطبيق ونرى مع الناتج. الآن نقوم في تنفيذ الملف، نقوم في كتابة sh وثم ft.sh. الآن كما ترون قام بالطباعة في wd، لماذا لم يطبع الأمر كاملة؟ الآن نجيبكم. الآن لنقوم بالتطبيق الدوت التي تعلمنا عليه في الحلقات السابقة تدل على المسار الحالي سلاش وثم ft.sh. هنا لماذا لا يعمل؟ الجواب الآن سوف نجيبكم إن شاء الله. -l ثم ft.sh. الآن نرى الصلاحيات، كما ترون لا يوجد صلاحيات الاكسكيوت أو التطبيق أو تنفيذ البرنامج، أي يصبح باللون الأخضر كما تعلمون. هنا التابعة لليوزر ثلاثة أوامر وهي الريد والرايت والإكس بالآخر إكسكيوت. الآن نوقف الفيديو. الآن عدنا لكم. بعد أن قمنا بمشاهدة صلاحية الملف نقوم بإعطاء إكس عن طريق change mode CHMOD وثم بلس أو زائد علامة زائد وثم الإكس وثم ft.sh. الآن لنرى الصلاحيات مرة أخرى. كما تشاهدون قمنا بإضافة الإكس هنا وأصبح لون الملف أخضر. الآن نقوم من إضافة من تطبيق الأمر أي .ft كما تشاهدون أصبح لونه أخضر وهنا لونه أبيض، أي اعتبره ملف عادي. انتر. الآن قامت بتطبيقه وطبعت pwd. بماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا في تسهيل الأوامر، أي نستطيع من تنفيذ الأوامر به أو مرة ترمينال وتنفيذها لتسهيل الأمر، أو تنفيذ أوامر الطباعة ونقلها إلى ملف آخر وهكذا. الآن نرى طريقة فتح الملف، نقوم في فتح الـ vi ft.sh.
الآن نقوم بتنقل إلى Insert Mode وثم من إضافة العلامة ليقوم بالتطبيق الأمر الدبل كوت وبعدها مثلا نضيف إيز هنا ليقوم بطباعة إيز ويقوم بطباعة الأمر. الآن نخرج من الأمر وثم نقوم بالكتابة عليه وثم الخروج. الآن لنقوم بالتطبيق كما تشاهدون قوي في طباعة BW وS. لماذا أخطأنا؟ نقوم بعمل دبل كول أو سينجل كول الآن وبعدها السينجل كول وهنا أيضا سينجل كول. الآن نخرج ونقوم في الكتابة على الملف W وQ. الآن للتطبيق كما تشاهدون أيضا نفس الشيء الناتج. لماذا؟ ما هو الخطأ؟ الآن ندخل إلى Insert Mode ونقوم في حذفها ومن كتابة ال Backward هنا وهنا أيضا Backward. الآن نقوم في الخروج وثم النقطتين WQ وإنتر. الآن نقوم في تطبيق الأمر كما ترون نجح الأمر معنا. هم اسم اليوزر والديسكتوب نحن متواجدون في الخلف وأيضا نستطيع من التطبيق كثير من الأوامر هكذا مثلا أمر ls على سبيل المثال وما لدينا أمر مثلا أمر up time هكذا وأيضا نستطيع من دمجهم جميعا up time to الآن نخرج ونقتطي WQ وثم أيضا نقوم بتطبيق الأمور كما تشاهدون قام بتطبيق الأمور هنا وإيس قام بتطبيق LS وثم بعد LS قام بتطبيق الأبتايم هنا كما تشاهدون. الآن هل نستطيع من دمجهم جميعا؟ لنرى لنحاول. الخطأ ليس شيء فجميعنا خطأون أولا وجميعنا لا نعلم أي شيء سوى أن نحاول ونتعلم. الآن قمنا بدمج LS و Uptime لنشاهد Exit WQ. الآن نقوم في تنفيذ الأمر. الآن كما تشاهدون أخبر لنا أنها خطأ. لماذا؟ لأن هذه أوامر. أولا نقوم بإعادتها. الآن Insert Mode ونقوم بإعادتها ولدينا أمر آخر مثلا هو أي من أنه وهذا الأمر وثم نقوم في الكتابة وهكذا من تنفيذ كل شيء عليه من تنفيذ الكوبي والباس وإلى غيرهم ونقل الملفات إلى مجلدات وإلى الديسكتوب وغيرهم. نستطيع من تسهيل كل شيء عن طريق الشاب لإنشاء ملف الشاب. كما تشاهدون قامت في تطبيق كل شيء وهو ام اي قام في تطبيقها وطباعة النص الاخير. ومع السلامة نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.